بأي طار ننعح السنة خبرني حسين. الأطوار تحتاج تحتاج معزين وياك حتى تشيل الطار. وإذا بنا نقرب لوحدنا بأي طار ننعه السنة خبرنا يا حسين. لو ما تمك ظل من غلق نبكي بأي عين حسين. لو ما كتب الله وحضرنا مجلس نعاك سيدي بأي بيت أبرد جمرة فادك بفرقاك. أي بيت أقرأ يا أبا عبد الله؟ ودي أوصل مصرعاك وياك لو هالناح يا زهراء على منه تنوحي ويالي هاجت ضمايرنا من قالوا لا تفتحوا وشلون هالعيشة وننخي هزاز الحصون. يا علي ردها علينا من قبل لا تعمل عيون. نريد ننصب ما تم الحسرة على حسين. يا حسين الهوى اي والله حسين الهوى واللي براءتنا يا الاحباب. وحسين الهوى واللي براءتنا يا الحبايب هو الحبيب اللي نشد بيه العصايب. وشلون حال اللي شافت فوق الترايب؟ شلون عاشت في بلد غربة بلا معين؟